طيب احنا بطبيعه الحال اكيد حابين برضو نبتدي كلامنا بفكره اليوجا وانعكاساتها على الجسم، لان اليوجا الحقيقه واكيد حضرتك ادرى مني بكتير في التفصيله دي، كان حقها مهضوم سنين طويله، في ناس كتير قوي مش فاهماها ومش مستوعباها، بالظبط. وفي ناس بتقول لك طب يعني ايه اللي فيها يخليها رياضه؟ ايوه فبتهيالي الوعي ده مؤخرا ابتدى يعني يزيد شويه بقى ويتغير عند ناس كتير، ولا ايه اللي بالظبط حصل؟ مظبوط. احنا عامه انا ما بعتبرهاش رياضه، انا بعتبرها لايف ستايل، اوكي يعني لازم استمر عليها بقيه حياتي. الاستمراريه مهمه جدا جدا جدا. ميزتها ان هي ما فيهاش بطولات، ما فيهاش منافسه، صحيح ممكن اي حد يمارسها، ملهاش عمر محدد، راجل ست طفل شاب، يعني حد كبير في السن، حد اوفر ويت، حد ضعيف شويه جسمانيا، يعني هي تنفع اي حد في الدنيا، ملهاش اي، مفيش حد ما ينفعش ما يلعبش يوجا، يعني مفيش ايج ليميت مفيش بالنسبه ايدج لكبار ليميت السن. خالص اي خالص. بنبتديها اوكي طالما الطفل الصغير ابتدى يتكلم ويفهم وقدر يفهمني، اقدر ابتديها مع طفل عنده 5 سنين اوكي لا انا بكلمك على كبار لحد السن. بقى كبار السن 65 سنه و70 سنه، وفي ناس بتستمر. اوكي بالظبط يعني مش مطلوب منهم مثلا يكون عندهم حد ادنى مرتفع من اللياقه خالص خالص، لان كل سن وليه نوع من اليوجا ممكن نمرنه فيها حسب الجول اللي انا عايزاه. يعني لو حد كبير في السن انا عايزه ايه غير ان هو يعني مثلا ما يجيلوش زهايمر، ان هو طبعا. مفاصله ما يجيلوش التهاب مفاصل، ان عضله القلب تبقى قويه، ان هو يبقى موده حلو،